أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تبذل جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى هدنة في غزة تكون صامدة ومتواصلة. أضافت رايس أن الولايات المتحدة تعمل مع دول عربية وغربية باتجاه وقف لإطلاق النار لا يسمح بإعادة الوضع الذي تمكنت فيه حماس، كما تقول رايس، من إطلاق الصواريخ من غزة. نعمل جاهدا من أجل التوصل إلى هدنة لا تسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه، وآمل أن تتم بأسرع وقت، ونعلم مسبقا أنها ستكون مرفوضة من قبل حماس. لقد أجريت اتصالات عدة مع دول عربية رئيسة وعدد من الزملاء الأوروبيين، كما أنني على اتصال دائم بالحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى حل دائم، وكذلك الرئيس الأمريكي على اتصال مع قيادات عربية وأوروبية للغاية ذاتها. في هذه الأثناء جدد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في تصريحات للعربية جدد مطالبة الحركة لمصر بفتح معبر رفح من دون شروط. لابد من فتح كافة المعابر بما في ذلك معبر رفح، ولا يعقل أن نتكلم عن فتح معابر مع إسرائيل ونتجاهل فتحا لمعبر مع العرب. وهنا أود أن أشير، إذا كان هناك هواجس عند الجانب المصري في أن يتحول هذا إلى إلقاء للتبعات عليهم وهو غير صحيح، لكن لنفرض أن هذا الهاجس له حظ فليكن، ولنتفق نحن والأشقاء المصريين على التعامل مع هذه القضية بما يسقط هذا الهاجس، بما يمنع تحقيق هذا الهدف إن كان هدفا إسرائيليا، وبما يحفظ هذا المعبر معبرا يخدم مصالح الطرفين الفلسطيني والمصري ويفوت على الإسرائيلي أي فرصة. ورأى حمدان أن ما يجري في غزة يشكل فرصة لمصالحة فلسطينية تتضمن الوقوف في صف واحد والعودة للحوار. نحن نعتقد أن ما يجري الآن فرصة لمصالحة فلسطينية، لكن هذه المصالحة يجب أن تكون فيها مرحلتان. المرحلة الأولى هي أن نقف جميعا صفا واحدا في وجه هذا العدوان ونسعى لإسقاطه، ولهذا علامات. كان جيد وإن كان غير كاف الحديث عن وقف الحملات الإعلامية، لكن ماذا عن 400 معتقل في سجون الأجهزة الأمنية؟ ماذا عن أكثر من 130 مؤسسة مغلقة؟ سر عملها دعم صمود الشعب الفلسطيني. لابد من خطوات عملية في هذا الاتجاه. المرحلة الثانية بعد انتهاء العدوان أن نجلس على الطاولة ونتحدث في الأسباب الحقيقية للانقسام وأن نبحث في حلولها بعيدا عن أطراف تنحاز إلى هنا أو هناك. في اليوم السابع من الهجوم الإسرائيلي على غزة كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع مستهدفا المزيد من المواقع التابعة لحركة حماس، كما استهدف منزل عماد عقل القيادي في كتائب عز الدين القسام، إلا أنه لم يكن في منزله وقت الغارة. وأسفرت غارة إسرائيلية أخرى على منزل شرق خان يونس عن مقتل 3 أطفال، وبهذا تتخطى حصيلة أسبوع كامل من الهجمات الإسرائيلية العنيفة 430 قتيلا ونحو 2200 جريح. أهالي قطاع غزة لا يسيرون في جنازة إلا ليعودوا ويشيعوا جثمانا آخر إلى مثواه الأخير. مسار فرضه استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم السابع على التوالي. المصادر الطبية الفلسطينية أعلنت وقوع 3 أشقاء ضحية قصف استهدف منطقة القرارة. الإخوة 3 أعمارهم لم تتجاوز 12، وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة كانت تستهدف منصة لإطلاق الصواريخ قريبة من منزل عائلة الضحايا. إسرائيل تواصل القول إنها تستهدف منصات الصواريخ ومستودعات أسلحة حماس، لكن المصادر الطبية أكدت وقوع قتلى مدنيين في قصف استهدف بلدة جباليا ومدينة غزة ومخيمات البريج والنصيرات ودير البلح ورفح. إسرائيل كثفت هجماتها على قطاع غزة وتم رصد أكثر من 30 غارة جوية بالإضافة إلى قصف من البوارج الإسرائيلية من البحر. الطيران الحربي الإسرائيلي ألقى آلاف المنشورات التي تدعو الفلسطينيين إلى الإبلاغ بأماكن مقاتلي حماس. الصواريخ المنطلقة من غزة استمرت أيضا في السقوط على البلدات الجنوبية الإسرائيلية ووصلت إلى ميناء عسقلان، ما أسفر عن إصابة إسرائيليين بعدما وصلت الصواريخ الفلسطينية لمدى يقارب 50 كيلومترا.
إسرائيل سمحت أيضا بعبور شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وكانت المنظمات الدولية قد حذرت من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب الحرب وندرة المواد التموينية. من جانب آخر، سمحت محكمة إسرائيلية لثمانية صحفيين أجانب بالدخول إلى غزة، وفي آخر إشارة على احتمال التوغل البري في القطاع فتح معبر بيت حانون استثنائيا لعبور 400 شخص يحملون جنسيات أجنبية ليخرجوا من القطاع الذي يتعرض لقصف متواصل. مازن أمان، العربية. من جديد إلى مراسلة العربية حنان المصري التي تطلعنا مشاهدينا على مدار الساعة على آخر ما يستجد في القطاع، إليك حنان. سهير، يعني خلال الساعة التي تركتك فيها في النشرة الأخيرة لم تحدث غارات في قطاع غزة من حمد الله، ولكن لا زالت طبعا الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة، وبالذات طائرة الاستطلاع فوق مناطق كافة مناطق قطاع غزة. يعني حتى اللحظة هذا الهدوء يسبب، يعني يجعل هناك حالة من الحذر، يعني تبقى حالة الحذر بالأحرى، الحذر الشديد بين المواطنين الذين يتخوفوا من موجة أخرى للغارات الإسرائيلية، طالما أنه إعلان إسرائيل عن الحملة لا زال مستمرا وعدوانها لا زال مستمرا وتهديدها أيضا بتدخل بري ربما باجتياح بري لقطاع غزة لا زال متواصل، وبالتالي تبقى المخاوف كبيرة لدى الفلسطينيين من تجدد هذه الغارات، ويبقى القطاع تقريبا الحركة فيه شبه معدومة. ماذا بالنسبة للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة على مدن جنوب إسرائيل؟ هل من صواريخ جديدة حنا؟ سهير، حتى ساعات المساء نعم كان هناك عدد صواريخ من كتائب القسام أطلقتها باتجاه بلدات إسرائيلية، صواريخ قسام، وأيضا هناك صاروخين جراد أطلقا باتجاه مدينة المجدل قبل حوالي 3 ساعات من الآن. منذ ذلك الوقت حتى اللحظة لم نتلقى بيانات أو نسجل أنه كتائب القسام أطلقت صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، ولم نسجل منذ ساعة حتى الآن أي غارة إسرائيلية استهدفت مواقع حتى خالية إذا أردت في قطاع. العمليات العسكرية الإسرائيلية كما تعلمين حنان تسير في خطين، خط التحليق الجوي وخط البوارج البحرية، والتخوف هنا الأكبر من حدوث كما ذكرتي تدخل بري عسكري. هل لمست أي تحركات في الساعة الأخيرة تدعم هذا التخوف؟ كلامك صحيح سهير، ولكن بالنسبة أسف على مقاطعتك حنان، ولكن يبدو أنه السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يلقي الكلمة، ننقلها لكم. مسلمون، فقد أديتم الواجب، لكن واصلوا، ولكن لا بد أن نذكركم ونذكر أنفسنا أن غزة تستحق منا هذا. فغزة لا تدافع عن نفسها فحسب، بل تدافع عن كل فلسطين وعنكم أيها العرب والمسلمون. وتحية إلى الرأي العام العالمي وإلى أحرار العالم الذين انتفضوا معنا وعبروا عن سخطهم على العدوان، وضغطوا على حكوماتهم حتى توقف تواطؤها مع العدوان الصهيوني الهمجي. شكرا لكم يا أحرار العالم، ما زال في العالم خير، وما زالت روح الإنسانية الحقة تنبض في هذا العالم رغم جبروت القوى الظالمة المعتدية. رحمك الله أيها الشهيد القائد الشيخ الدكتور نزار ريان يا أبا بلال، أيها الشهيد يا والد الشهيد، رحمك الله ورحم عائلتك الكريمة، يا عالم الشريعة والحديث علمت طلابك في أروقة المساجد وقاعات الجامعات، ثم شاركتهم في بيادين الجهاد ومواقع الرباط، وها أنت اليوم تتقدمهم على طريق الشهادة والاستشهاد، فهنيئا لك، رحمة الله عليك وعلى كل الشهداء. وأقول هنا هكذا، حين يجاهد القادة ويستشهدون، وحين يجاهد العلماء ويستشهدون، تنتصر الأمة. هكذا كان الأمر لدى الصحابة والتابعين، وهكذا كان الأمر في حطين وعن جالوت، و علماء تلك المرحلة معروفون
الوقت لا يتسع لذكرهم ونموذجهم في ذلك الوقت، العز بن عبد السلام وابن تيمية والقاضي الفاضل وكثيرون. وهكذا كان في العصر الحديث عبد القادر الجزائري وعمر المختار وعز الدين القسام وأحمد ياسين. الأمة حين تقدم قادتها وعلماءها ستنتصر حتما إن شاء الله. وبهذه المناسبة وجه التحية والشكر ثم الدعوة إلى فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي وإلى كل الإخوة أصحاب الفضيلة العلماء في طول الأمة وعرضها، شكرا على ما فعلتموه وواصلوا. أبلغني الدكتور القرضاوي أن هناك وفدا من علماء الأمة سيزور بعض الأقطار ليحضها على وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ونصرة أهل غزة. شكرا لكم، واصلوا المسيرة، هكذا كان دور العلماء في التاريخ، هكذا تعلمنا منكم وأنتم جديرون بهذا الدور. ثم آتي إلى الترويع بالصدمة. العدو بنى حساباته أن هذه الضربة القاسية جدا، أسلوب الترويع بالصدمة كما فعل الأمريكان في العراق، سوف تخيف أهل غزة وسيستسلمون سريعا، هكذا راهن الصهاينة المعتدون وراهن المتعاونون معهم. ولكن فوجئوا، كانت المفاجأة والصدمة أن غزة امتصت الصدمة. أخاطب قادة العدو وضباطه وجنوده، إذا كنتم لا تدركون الحقيقة، لماذا امتصت غزة الصدمة؟ أتدرون لماذا؟ نحن أيها المجرمون المعتدون أبناء مدرسة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نحن أبناء مدرسة أطلب الموت توهب لك الحياة. نحن أبناء مدرسة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأصحاب مدرسة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أما أنتم نعرفكم جيدا، أنتم أصحاب مدرسة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أنتم أبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أنتم أبناء لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، نعرفكم جيدا لذلك لا نخافكم. نعم، نجح العدو في القضاء على الكثير من البنى التحتية في غزة، لكن البنى التحتية المدنية والإنسانية، هكذا بين قوسين هي الشجاعة الإسرائيلية. دمروا المقرات، تشريع مستشفيات، 8 مساجد، المنازل الآهلة بالسكان، سيارات الإسعاف، الشجر، الحجر. لكن أطمئن أهلنا وأحبابنا في غزة وفي الضفة، أهل غزة يعرفون الحقيقة، في فلسطين وخارج فلسطين، كل أحبابنا وأنصارنا، كل شعوب الأمة، أطمئنهم أن المقاومة في غزة بخير، بناها التحتية بخير، ما زالت بخير ولم تخسر إلا القليل، القليل جدا، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة. لذلك اليوم نزلوا الصهاينة مناشير دلونا أين مرابض الصواريخ. فشل العدو بفضل الله في إصابة المواقع العسكرية المتواضعة ومرابض الصواريخ. والدليل الفضيحة قصة الشاحنة، منظمة بتسالم الإسرائيلية بنفسها أقرت أن هذه شاحنة كانت تحمل لإنسان مسكين ينقل جرار غاز للمنازل، اسطوانات غاز، فظنها المفلسون
في طائرات العدو أنها صيد ثمين، فكانت الفضيحة وبشهادة الإسرائيليين أنفسهم. هذه لحظة لأقول هذا درس، هذا الأداء الأسطوري للمقاومة في غزة درس لمن كان يشكك في جدوى المقاومة وجدوى الصواريخ، هذا درس للثقة بقدرة الشعب وقدرة المقاومة على الإنجاز. حين يجتمع الإيمان والإرادة والعقل والتفاني في العمل يتحقق الإبداع والتقدم نحو النصر إن شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسنوا ينصركم الله، أحسنوا يهديكم الله، بدل أن نتسول سلاحا فاسدا أو تحت السيطرة من الآخرين أو نبقى على قارعة المفاوضات العبثية. شوفوا إبداع شبابنا وأبطالنا، فتح الله عليكم يا أبطالنا في غزة وفي فلسطين. المقاومة بإمكاناتها المتواضعة اخترقت موجة إذاعة الجيش الصهيوني فأربكته. والله بكل ثقة أقول غزة اليوم آية وعبرة وحجة على الأمة، لا عذر لأحد، خاصة مع الفشل الذريع للمفاوضات وخيار التسوية الذي لا كما يقول بعض المسؤولين العرب لم يعطى الفرصة، هو معطى فرصة. لا أريد أن أعود إلى فترة كام ديفيد المصرية، ولكن منذ مدريد 91 إلى الآن 17 عاما، وأوسلو وحدها 15 عاما. أقول لقادة العدو اللي تسابقوا في المزايدة ظنا أن أسهل طريق إلى الفوز في الانتخابات القادمة لهم في فبراير إشباط هو اجتياح غزة والعدوان على غزة والدم الغزي، أخطأتم حساباتكم. أقول لكم دم غزة أقصر الطرق لفشلكم وإنهاء حياتكم السياسية. ستكتشفون قريبا أن غزة هي غضب الله ولعنة التاريخ عليكم، ولم تتعظوا بصاحبكم رابين كان يدرك أن غزة عقدة فتمنى قذفها في البحر وتحاشاها وخرج منها في تسوية أوسلو. أما أنتم يبدو عدتم بأظلافكم إلى قبركم في غزة. غزة هي التي ستقذفكم في بحر الهزيمة وبحر الفشل والإفلاس. أما أنتم يا جنود العدو اللي قياداتكم بتجهزكم تدخلوا غزة بالاجتياح البري، عليكم أن تدركوا أن مصيرا أسود ينتظركم بين قتل وجرح وأسر. من يدري إذا ارتكبتم حماقة الاجتياح البري الذي تتوعدوننا به، ربما يصبح لدى المقاومة في غزة شاليت ثان وشاليت ثالث وشاليت رابع، ومن يدري، والله قادر على كل شيء يجري الخير على عباده المجاهدين المؤمنين إن شاء الله. لذلك أحب أن نقول لكم أيها الصهاينة المعتدون ولكل العالم، موقفنا واضح، لن ننكسر، لن نستسلم، لن نخضع لشروط العدو الذي يريد فرض الاستسلام علينا، ولا أقصد علينا على شعبنا وليس فقط على حماس. مطلبنا واضح، أن يقف العدوان فورا وأن يرفع الحصار وأن تفتح المعابر كافة. نحن نعرف أنفسنا جيدا، نعرف أنه ليس عندنا عمق يسند المقاومة، إمكاناتنا
محدودة عادية، ولكن إرادتنا ليست عادية، إيماننا ليس عاديا. نحن جاهزون للتحدي، هذه معركة لم نختارها، فرضت علينا، فما دامت فرضت علينا سنواجهها. ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد الله. المعركة فرضت علينا، ولذلك واثقون أننا سننتصر، خاصة أننا أعددنا للأمر عدة. لم نذهب إلى الهيجة بغير سلاح، لم نهدد عدونا بالكلمات، إنما ندافع عن أرضنا وشعبنا ونصد العدوان بما أعددناه مصداقا لأمر الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعناه من قوة سيهزم كل قوتكم إن شاء الله، لأن الفرق الله مولانا ولا مولى لكم، والفرق نحن الضحية وأنتم الجلادون، والفرق قضيتنا عادلة وقضيتكم ظالمة. هذه هي الصفحة الوطنية المشرقة لغزة، وكل صفحات غزة وفلسطين مشرقة، لكن تبقى هناك صفحة إنسانية لغزة، هو هذا الدمار وهذا الحصار وما رتبه على أهل غزة منذ سنوات من مآس، من جرحى، من معوقين، من فقدان لكل مقومات الحياة حتى الدواء. غزة اليوم أعلنها وأقول وبدون حرج، لأنه هذا واقع ولا